كشفت الممثلة البحرينية أميرة محمد عن عمرها الحقيقي خلال ردها على شخص كذبها واتهمها أنها بتدعي أنها أصغر من عمرها الحقيقي. وقالت أميرة محمد أنها من وقت ما أعلنت أن عمرها 39 سنة عم تتلقى الرسائل والتعليقات اللي عم بتكذبها وتهجمها، ووضحت أنه العمر بالنسبة لها مجرد رقم وهي ما بتشوف أنه في داعي أنه تكذب بهذا الموضوع. وتابعت وقالت أنه كل ما تكبر عم تحمد ربها أنها عم تكتسب خبرات وإشياء جديدة بالحياة، وهي ما كانت تعتقد من قبل أنه في مشكلة بالعمر إلا من بعد ما تم تكذيبها من قبل متابعينها. وأكدت أنه من المعيب أنه يوصفها البعض بالكذابة، ووضحت أنه كان عمرها 17 سنة لما مثلت بمسلسل العولمة. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.